قال السلطان سليمان القانوني الذي حكم نصف العالم في زمانه عند احتضاره وهو على فراش الموت: وصية الأولى أن لا يحمل نعش عند الدفن إلا أطبائي ولا أحد غيرهم. وصية الثانية أن ينثر على جانبي الطريق من مكان موتي حتى المقبرة قطع الذهب والفضة وأحجار الكريمة التي جمعتها طيلة حياتي. وصية الأخيرة: حين ترفعوني على النعش أخرجوا يداي من الكفن وأبقوهما معلقتان للخارج وهما مفتوحتان. وحين فرغ السلطان من وصيته قام قائد حرسه بتقبيل يديه ثم قال: أيها السلطان، ستكون وصاياك قيد التنفيذ وبدون أي إخلال، إنما هلا أخبرتني سيدي ما المغزى من وراء هذه الأمنيات الثلاث بصعوبة شديدة. أخذ السلطان نفسا عميقا وأجاب بصوت واه: أريد أن أعطي العالم درسا لم أفقه إلا الآن. أما بخصوص الوصية الأولى فأردت أن يعرف الناس أن الموت إذا حضر لم ينفع في رده حتى الأطباء الذين نهرع إليهم إذا أصابنا أي مكروه، وأن الصحة والعمر ثروة لا يمنحهما أحد من البشر. وأما الوصية الثانية: حتى يعلم الناس أن كل وقت قضيناه في جمع المال ليس إلا هباء منثورا، وأننا لن نأخذ معنا حتى فتات الذهب. وأما الوصية الثالثة: ليعلم الناس أننا قدمنا إلى هذه الدنيا فارغي الأيدي، وسنخرج منها فارغي الأيدي.